كروم النهارده ان شاء الله نتعلم امتع اسلوب قتالي على وجه الارض، اسلوب الكابويرا. والمفاجاه بقى هضرب لكم النهارده 3 في 1، هنتعلم 3 حركات. رقم 1 الجينجا، ودي حجر الاساس. رقم 2 هنتعلم حركه ارمادا بالشكل ده. رقم 3 هنتعلم مع الجينجا حركه ايه، او الكارتويل. تمام، نبدا بالجينجا. الجينجا هي حجر الاساس في الكابويرا، وبتمثل وضعيه الهجوم والدفاع. تمام، الحركه دي فيها عنصر مهم جدا اسمه عنصر التوافق، فطبيعي انك انت في البدايه تتلخفن شويه. هنبدا دلوقتي نقسم الحركه جزئين اتنين بس، القدم واليدين. رقم 1 هفتح رجلي بالشكل ده زي ما انا عامل، تمام، وهخلي جسمي منحني للاسفل منخفض سنه بسيطه. بعدين هلف للخلف برجلي على المشط وارجعها مكانها تاني، ثم قدم الاخرى الف ارجع تاني. ملحوظه وانت بتلف ما ترجعش رجلك تضيق كده، لا، دايما رجلك ايه، الف اجد الامام والف قدمي واجد الامام. ها نشوف من الزاويه ديت، تويست فرونت اهو، الف للامام وبلف وبجد الامام. نشوف من الخلف اهو يا شباب، بلف رجلي كده وارجع تاني، الف القدم الاخرى وارجع تاني. 1 2 1 2. هنيجي بقى لتاني جزء هو اليدين. تمام، الايد الاولى بتكون على وجهي بالشكل ده امام انفي، واليد الاخرى بتكون مفروده بالشكل ده اهو، يد مشدوده ويد للامام. هعمل حركه تبديليه، يعني كل ايد تاخد مكان التانيه. بصوا كده معايا، دي تتفرد ودي تتضم اهو، افرد اضم، افرد اضم، ها افرد اضم، ها افرد اضم، افرد اضم، او تاني بفرد وبضم، بفرد وبضم. الحركه ديت تمام جدا. هنيجي دلوقتي بقى نعمل دمج، هندمج ما بين حركه اليدين وندمج ما بين حركه القدمين. اوكي، ايدك اليمين مع رجلك اليمين، وايدك الشمال مع رجلك الشمال، يمين مع يمين وشمال مع شمال. يعني انا واقف بالشكل ده اهوت، رجلي اليمين هرجعها ورا على المشط، على المشط، يبقى ايدي اليمين ايه، قدام بالشكل ده. بعدين هاجي قدام ثم ارجع ورا والف ايدي ورجلي اهو، 1 2 1 2 again 1 2 ها 1 2. اجي قدام ما الفش ايدي، ارجع رجلي، رجلي الف ايدي اهو من الزاويه ديت اهو، 1 2 ها 1 2. شوف من الزاويه ديت يا شباب، ها 1 2 ها 1 2. تمام، بعد ما تحفظ الحركه ديت هتحاول دلوقتي انك انت ما تقفش فيها خالص، بكون ثابت بالشكل ده، هرجع اهوت، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. جميل جدا. بعدين بقى نحاول نزود السرعة شوية في الحركة بالشكل ده. دي كده حركة ايه يا شباب؟ الجينجا. ازيكم يا احلى ناس في الدنيا. لو حضرتك فعلا شايف انك استفدت حتى لو بمعلومة واحدة، اتمنى ان احنا نعمل اشتراك للقناة ونفعل زر الجرس، وكمان هتتابعوا صفحاتي على انستجرام، واتساب، فيسبوك، هتلاقوا اللينكات كلها اسفل. يلا نكمل. هنروح دلوقتي للحركة التانية. هنيجي للحركة التانية بعد انا خلصت خلاص. هنيجي للحركة التانية وهي الاو بالبرازيلي، او العجلة بالعربي، او الكارتويل. فيري سمبل، ايزي جدا جدا جدا. هعملها مرة يمين مرة شمال او الجانب اللي يريحني. حلو، انا دلوقتي اول حاجة هعمل ايه؟ افتح ايدي بالشكل ده وانزل تحت كده، تمام؟ بعدين هبص على الاتجاه اللي انا هرمي عنده، يعني مثلا انا هلف الحركة هنا، تمام؟ هعمل ايه اول حاجة؟ هنزل ايدي ازاي؟ بصوا كده معايا،
بنزل ايدي الاولى وقدامها ايدي الثانيه بالشكل ده. اوكي، بس اعملها اسرع شويه. ايد قدام وايد قدامها، تمام؟ اهو بالشكل ده، بصوا معايا بنزل ازاي. ببص الاتجاه اللي انا عايزه، الاتجاه ده، وايدي تروح ايد للامام وايد للامام. بعدين بقى هرفع قدم وقدم، احاول اخد الحركه مره واحده علشان كده اتمرن في مكان امن مش على بلاط زي ده، تمام؟ يبقى انا ثابت اهو بالشكل ده، ابص على الاتجاه اللي انا عايز اروح اتجاهه هنا، واروح ايدي على الارض، ها، ايد ثم ايد وقدم ثم قدم، اهو نفس الموشن ده على الانذر سايد. ايدي اهيت، ها، واروح بالشكل ده وارفع رجلي، اسرع شويه، اهو اروح والف جامد، ما خافش خالص، ايدي اهيت، ها، واروح تاني. جميل، ها، اسرع. 1 هي 2. اوكي، هنحاول دلوقتي ان احنا ندمج الحركه ديت مع الجينجا. ازاي بقى؟ هرجع 1 2. اول ما رجلي تيجي جنب بعض، اول ما تيجي جنب بعض على طول ارمي اهو، ها، ارمي شمال، بعدين اعمل جينجا تاني، 1 2 3. ايوه، اول ما رجلي تيجي جنب بعض بالشكل ده ارمي عجله يمين، ها، 1 2. اجي هنا، ها، او عجله جينجا تاني، بدمجها مع الجينجا، اهو بلف واجي هنا وارمي. سبيد فاست. جميل جدا يا ابطال. هنجي للحركه الثالثه اسمها ارمده او الركله الدائريه. نشوف الركله سهله جدا صعبه، وانا ثابت مكاني بلف في قدمي فوق، ستريتش رايت ستريتش ليفت اجين رايت ليفت، بعمل سيركل موشن بالشكل ده. بعدين هعمل نفس الحركة دي وأنا بلف جسمي، يعني أنا ثابت أهو، ألف جسمي بالشكل ده، شايفين؟ أول ما ألف جسمي كده أروح إيه؟ رافع قدمي. تاني، بصوا معايا، ألف جسمي وأفرق قدمي، أهو ألف جسمي وأفرق قدمي. أجين، ها، 1 2. أسرع، 1 أسرع 2. دلوقتي بقى هندمج حركة أرمدة مع الجينجا. إزاي؟ بعمل جينجا بالشكل ده أهو، 1 2. أول ما رجلي تعدل كده بالشكل ده ألف أهو، أول ما ألف أعمل جينجا تاني، أعمل جينجا تاني، يبقى أنا معادلة إيه؟ رجلي أهو، ها، ألف 1 جينجا جينجا جينجا، ها، جينجا. أول ما رجلي تيجي هنا دايما، تيجي هنا، أول ما تيجي هنا دايما إيه؟ بعمل اللفة بتاعتي، ها، مرة يمين أهوت أهو بالشكل ده، ها، مرة يسار، أسرع 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 أسرع. تمام، دي حركة جينجا كارتويل أو وأرمدة كات. السلام عليكم يا شباب، هنشرح النهارده الثلاث الركلات الاساسيه في اسلوب الكابويرا. اوكي، خدنا قبل كده حركه الجينجا وقلنا ان هي ايه؟ حركه الاساس، حجر الاساس، من غيرها هتكون انت كده مش بتمارس كابويرا خالص. اوكي، طيب النهارده بقى نتعلم الركلات بتاعتنا وهندمجها مع حركه الجينجا. هنبدا بسم الله باول ركله وهي سناب كيك او فرونت كيك. الركله دي في منها اكتر من نوع، هنعمل النوع السهل جدا، تمام؟ انا بكون واقف بالشكل ده، باخد خطوه وبطلع بركبتي ثم بضرب، يبقى احفظ الخطوات، خطوه اطلع بركبتي واضرب واشد جسمي، ثم قدم اليسرى اجين، اخد خطوه اطلع بركبتي واضرب من الزاويه ديت، ها، جو جو يو هاف دون وري وري فروم جود كونتري، ها، ستيب، اخد خطوه واطلع اضرب تاني، خطوه اطلع اضرب. دي كده الركله ايه؟ الاماميه. هنعمل دلوقتي الركله الاماميه مع حركه الجينجا، ها، اهو جينجا 1 جينجا 2 جينجا 3 جينجا 4، براحتك ممكن تعمل 2 او 3. هنبدا، ها، جينجا 1
جينجا 2 مثلا، بعدين اول ما اخد الخطوه من ورا لقدام اضرب وارجع جينجا تاني اهو، ها جينجا جينجا جينجا، ها جينجا، خطوه اضرب يمين، ها جينجا جينجا، ها جينجا اجين جينجا تاني، خطوه اضرب يسار، ها اسرع مع الجينجا على طول دايما ايه شغال، يمين اهو مع الجينجا يسار تاني من الزاويه ديت مع حركه الجينجا بتاعتي، ها اضرب كيك يمين ها يسار، تمام. دي كده فرونت كيك مع حركه الجينجا. هنيجي لتاني ركله وهي المارتيلو او البيانتوي، وقفه الجانبيه هقف بالشكل ده، تمام. بعدين هلف ركبتي وجسمي، الف كده ثم اضرب بوش القدم، الف واضرب وارجع تاني، قدم اليسرى سايب بالشكل ده، الف اضرب وارجع تاني من الزاويه ديت، تويست كيك وارجع، ها من الزاويه ديت ثابت خطوه والف وارجع. يبقى العبها كتير، دايما بلف جسمي وبضرب بالشكل ده، بلف جسمي وبضرب. هنعملها دلوقتي مع الجينجا، يبقى انا ثابت جينجا 1 جينجا 2 جينجا 3، ها الرجل بقى اللي جاي من ورا اهي، اطلع اضرب وارجع تاني جينجا، هو 1 2 ستيب كيك ارجع باك، ها جينجا جينجا، ها اطلع اضرب كيك، ها جينجا جينجا، اطلع قدام ها اضرب، وهكذا. جميل جدا. هنعمل دلوقتي سايد كيك، الركله الجانبيه. الركله الجانبيه سهله جدا، ارفع ركبتي واضرب لقدام بالجانب، تاني ارفع اضرب واثبت رجلي، ارفع واضرب، اوكي اجين ارفع واضرب. يبقى في السايد كيك الركله الجانبيه انا برفع وبضرب. هندمج دلوقتي مع الجينجا، ها جينجا 1 جينجا 2 جينجا 3 جينجا 4، رجلي بقى طالعه من ورا اهي، ها اروح اضرب وارجع جينجا. دايما لما بتضرب بترجع ايه جينجا، تاخد الرجل اللي ورا تاخد خطوه واللي قدام تضرب ثم ترجع ايه الجينجا مع الجينجا بتاعتك، مع الجينجا بتاعتي، اوكي. جميل جدا. يبقى احنا كده عملنا الركله الاماميه، الاماميه الدائريه والجانبيه. ندمج كلهم مع بعض، نبدا ب فرونت كيك مع الجينجا، مارسيلو دي نيجاتيفا، الركله الاماميه الدائريه، جانبيه، Thank you.